دول مجلس التعاون الخليجي تقف مع مصر وشعبها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في محاربة الإرهاب، وتؤيد كل ما تتخذه من إجراءات عسكرية ضد الجماعات الإرهابية في ليبيا. هذا ما أكده عبد اللطيف بن راشد الزياني أمين عام المجلس لوكالة أنباء البحرين، مشددا على أن ذلك حق أصيل من حقوق الدول في الحفاظ على أمنها واستقلالها وسلامة مواطنيها، مشيرا إلى متانة وصلابة العلاقات المصرية الخليجية، وهو ما تم ترجمته في اتفاق الرياض واتفاق الرياض التكميلي الذي وقعه قادة دول المجلس لإدراك القادة أهمية التلاحم والتكامل مع مصر الشقيقة، باعتبار أن أمنها واستقرارها من أمن واستقرار دول الخليج، خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تستدعي الترابط الوثيق بين الأشقاء جميعاً.